وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من المارسيين رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار السيد غزوان قرنفل. أهلا بك سيد غزوان. بداية، طائرات صهيونية تقصف مطار التيفور في ريف حمص وأنباء عن قتل إيرانيين في القصف، هذه ليست المرة الأولى خلال الفترة الأخيرة، بما تفسر ازدياد القصف الصهيوني للميليشيات الإيرانية؟ تحياتي لحضرتك. يعني بتقديري الرسالة الإسرائيلية واضحة أنه لا مكان للميليشيات الإيرانية في سوريا بما يهدد ولو بالحد الأدنى المفترض لأمن إسرائيل. إسرائيل اعتبرت وجود القوات الإيرانية على مقربة من حدودها في المنطقة الجنوبية، مثلا في مناطق حول درعا، يمثل خطر أيضا. أرادت من خلال هذا القصف توجيه رسالة أنه من غير المقبول تواجد أو ممارسة دور ذي ثقل بتلك المناطق من قبل الميليشيات الإيرانية. سيد غزوان، يعني هل تعتقد أن هذا القصف مرتبط بالأنباء التي تكلمت عن خرق النظام للهدنة وسيطرتها على معظم الشريط الحدودي مع الأردن؟ الحقيقة الاتفاق اللي عقد مع الفصائل بيتضمن فيما يتضمن وصول القوات النظام السوري إلى المناطق الحدودية مع الأردن، وبالتالي وصول هذه القوات لا يمثل خرق للاتفاق، إنما وجود بعض الميليشيات الطائفية إلى جانب قوات النظام السوري هو الذي يمثل الخرق من وجهة النظر الإسرائيلية. لا تريد إسرائيل وجود أي قوات لحزب الله أو لأي ميليشيات طائفية أخرى مؤازرة للنظام السوري في تلك المناطق. يبدو أن هناك تجاوز لهذا الخط الأحمر، وكانت الرسالة عبر مطار كيفور. طبعا على الرغم من أن هناك تقارير صهيونية تحدثت أن النظام سيطر على الشريط الحدودي، كيف يمكن أن نفهم القصف الصهيوني في هذا الإطار؟ هلا النظام سيطر على الشريط الحدودي، لا يوجد مشكلة بالنسبة لإسرائيل في ذلك. يعني وجود النظام هو ضامن لأمن إسرائيل، وصرحت إسرائيل سابقا أنها لن تقبل بوجود أي قوى عسكرية في المناطق المحاذية لها سوى قوات النظام السوري، لأنها اختبرت وخبرت تلك القوات طوال 40-50 سنة. يعني مضت منذ حرب 73 إلى الآن لم تتجاوز الخطوط الحمر تلك القوات، ولم تطلق طلقة واحدة. يعني عذرا سيد غزوان، إذا سمحت لي أنا أود أن أتناقش مع حضرتك بهذه النقطة تحديدا. هل الميليشيات الإيرانية بتاريخها المعروف طبعا وبتصريحات إيران استطاعت أن تضرب إسرائيل في مرة من المرات غير الشعارات المرفوعة، بخلاف طبعا قضية حزب الله، هذا موضوع وشأن آخر تماما، ولن تضرب إسرائيل. يعني الميليشيات الإيرانية، فلماذا تضربها إسرائيل بالمقابل إن كانت يعني تاريخيا ليست بخطر حقيقي، مجرد شعارات وتصريحات؟ أنا من وجهة نظري الشخصية أرى أن هناك نوع من التكاذب الأمريكي الإسرائيلي الإيراني فيما يتعلق برفض إسرائيل وجود إيران أو قوات إيرانية في سوريا. لو أرادت الولايات المتحدة منع إيران من التدخل في الوضع السوري لمنعتها مبكرا، لكن دخول إيران على الخط الصراع في سوريا مبكرا دون أن يلقى أي معارضة أمريكية أو إسرائيلية يشي بأنه هناك توزيع أدوار لا أكثر ولا أقل. طيب ننتقل إلى قضية درعا سيد غزوان. درعا الآن بعد 7 سنين من يعني هي مهد الثورة كما يطلق عليها السوريون، الآن أصبحت بيد النظام، كيف ترى مستقبلها ومستقبل المدنيين في درعا بعد خرق طبعا النظام للاتفاق وكذلك سيطرته عليه؟ يعني منذ اتفاق مناطق خفض التصعيد لم يجري أي عمليات قتالية سوى في تلك المناطق. هذا يعني أنه أصلا اتفاق خفض التصعيد صنع
ليتم استرداد تلك المناطق على دفعات كما حصل ابتداء من مناطق الغوطة ثم الريف الشمالي لحمص والآن في درعا. والخطوة القادمة أتوقع أن تكون بإدلب، ربما لا تكون بنفس الآليات ولكن من حيث المآلات يراد إعادة هذه المناطق جغرافيا لسطوة النظام وخضوعها وإعادة تعويم النظام وإنتاجه مرة أخرى وتركيع المجتمع السوري وعودته لبيت الطاعة الأساسية. السيد غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، كنت معنا عبر سكايب من مدينة مرسين التركية، شكرا جزيلا لك.